الشيخ عبد العزيز بن رشيد الحصان رائد التعليم في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، تجربة ثرية لأكثر من 30 عاماً في ميدان التدريب والتعليم الأهلي، لم يدخر خلالها جهداً في نشر العلم وتطوير المنظومة التعليمية. ولد الشيخ عبد العزيز بن رشيد الحصان رحمه الله عام 1330 من الهجرة، 1912 من الميلاد، وفي بداية حياته العملية عمل بالتجارة واستقر في مدينة الدمام، وكانت يومئذ مدينة صغيرة أخذت بالنمو السريع. وكان أمير المنطقة الشرقية آنذاك قد أنشأ دائرة باسم هيئة المشاريع العمرانية لتطوير المنطقة الشرقية، وكان مسؤولاً عن إدارة هذه الدائرة. مع توسع العمل في هذه الدائرة تم طلب موظفين للقيام بعمل على الآلة الكاتبة، ونشر إعلان بالجريدة المحلية بخصوص ذلك. لم يتقدم أي شخص لعدم معرفتهم العمل على الآلة الكاتبة، ومن هنا خطرت في باله فكرة إنشاء فصل دراسي لتعليم العمل على الآلة الكاتبة. وافتتح الشيخ الفصل بالفعل عام 1377 من الهجرة، 1957 من الميلاد، فتقدم إليه الكثير من الدارسين، وقد وجد نفسه بحاجة إلى أناس يعرفون القراءة والكتابة لتصريف الأعمال، فأنشأ فصلاً ثانياً لتعليم اللغة العربية. ثم تطورت الفكرة حين وجد نفسه بحاجة لأكثر إلى من يعرفون مبادئ اللغة الإنجليزية، فأنشأ فصلاً ثالثاً لذلك. وقد تطورت هذه الفكرة لتشكل معهد الثقافة العربي كأول معهد تدريبي بالمنطقة الشرقية آنذاك. آمن الشيخ بأهمية تعليم المرأة من خلال تأسيس مدرسة الحصان للبنات بالدمام عام 1378 للهجرة، 1958 للميلاد، كأول مدرسة للبنات بالمنطقة الشرقية. وعمل الشيخ بشكل دؤوب على نمو وتطوير العمل بالمدرسة. ويذكر بعض العاملين مع الشيخ في تلك الفترة قيام الشيخ شخصياً بنقل الطلاب من البيت إلى المدرسة، وبالعكس بسيارته الخاصة. أدرك أهمية العلم والمعرفة لكافة الموظفين لديه، فمن لا يعرف القراءة والكتابة كان يطلب منهم الانضمام للفصول الدراسية مجاناً. إيماناً من الشيخ الحصان بأهمية الحصول على المعرفة والعلم من خارج المملكة لاكتساب خبرات الآخرين واستخدامها في تطوير المجتمع السعودي، أرسل ابنه الأستاذ رشيد للدراسة في الخارج، مؤكداً عليه دوماً أهمية العودة إلى المملكة العربية السعودية بأكبر قدر من المعرفة والعلوم. حرص الشيخ الحصان على الإشراف شخصياً على المشاريع التعليمية والتي بدأت بالتطور والنمو رغم تعرضه لانتكاسات مرضية عديدة، وكثيراً ما كان يطلب من العاملين لديه إحضار تقارير العمل إلى المشفى لمتابعتها. بدأت مدارس الحصان بالتوسع والنمو من خلال افتتاح المدرسة النموذجية الأهلية الابتدائية للبنين بالدمام عام 1401 من الهجرة، 1980 من الميلاد. ولقد كان للمستوى الرفيع الذي بلغته مؤسسات الحصان التربوية والتعليمية من خلال تاريخها التعليمي العريق وممارستها التربوية الواعية الفضل في أن عهدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع لها بإدارة وتشغيل مدارسها في مدينة الجبيل الصناعية في الفترة من 1401 من الهجرة حتى عام 1405 من الهجرة الموافق 1980 إلى 1984 من الميلاد. وفي عام 1406 من الهجرة 1985 من الميلاد تم افتتاح مجمع الحصان التعليمي بالدمام. وفي يوم الجمعة التاسع من محرم 1409 من الهجرة 1988 من الميلاد توفي الشيخ ودفن في مدينة الدمام، تغمده الله بواسع رحمته. من أقوال الشيخ: إنني أوثر صفة المعلم على أي صفة أخرى. من يرغب في تربية جيل متعلم متفوق لا يفكر أبداً في الربح المادي. إن كلمة امتنان وتقدير من أحد الدارسين تعادل عندي كنوز الأرض. نذرت حياتي وحياة ابني الوحيد رشيد لإكمال مسيرة التعليم والمعرفة. وعلى خطى الأب
سارة الإبن. بدأت مجموعة الحصان للتعليم والتدريب مرحلة جديدة من النمو والتوسع باستلام الأستاذ رشيد بن عبد العزيز الحصان إدارة المدارس. ففي عام 1417 من الهجرة، 1996 من الميلاد، تم افتتاح المدرسة النموذجية الأهلية للبنين بالخبر بأقسامها الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وفي عام 1418 من الهجرة، 1997 من الميلاد، تم افتتاح المدارس النموذجية الأهلية بالجبيل الصناعية. وفي عام 1419 من الهجرة، 1998 من الميلاد، تأسست أكاديمية الحصان العالمية بالخبر. وفي عام 1420 من الهجرة، 1999 من الميلاد، تم افتتاح أكاديمية الحصان العالمية بالجبيل الصناعية. وكما تم افتتاح مدارس أوربيت العالمية عام 1427 من الهجرة، 2006 من الميلاد، ومدارس الحصان النموذجية للبنات في الجبيل عام 1430 من الهجرة، 2008 من الميلاد، ومدارس الحصان العالمية بالرياض عام 1433 من الهجرة، 2011 من الميلاد، ومدارس قواعد الحصان العالمية بالخبر عام 1437 من الهجرة، 2015 من الميلاد، ومدارس الحصان العالمية بمدينة ينبع الصناعية في عام 1438 من الهجرة، 2016 من الميلاد، ومدارس الحصان النموذجية العالمية سابك الرياض في عام 1339 من الهجرة، 2017 من الميلاد، ومدرسة أجيال الحصان بالدمام عام 1440 من الهجرة، 2018 من الميلاد، ومدارس الحصان الأهلية بترو رابغ عام 1441 من الهجرة، 2020 من الميلاد. وكما بدأت مجموعة الحصان للتعليم والتدريب القابضة بالتوسع خارج المملكة بافتتاح مدارس الكلية الملكية العالمية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في جمهورية مصر العربية على مساحة 30,000 متر مربع، ولدينا خطط لتكون مدارسنا متواجدة في مناطق المملكة الرئيسية والدول الخليجية. وتعنى مدارس الحصان بالتعليم الأهلي والعالمي والدولي ثنائي اللغة، ونقدم خدماتنا لأكثر من 12,000 طالب وطالبة، ويعمل لدينا ما يربو عن 2700 موظف وموظفة، وننتشر جغرافيا في الدمام والخبر والجبيل والرياض وينبع ورابغ وجمهورية مصر العربية. تعتمد مدارس الحصان المناهج الحكومية من وزارة التعليم بجانب مجموعة من المناهج الإضافية بالحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ونتبع معايير المناهج المعتمدة عالمياً والتي تؤهل الطلبة لمتابعة دراساتهم الجامعية محلياً وعالمياً. وكما حصلت مجموعة الحصان للتعليم والتدريب القابضة على اعتماد عدد من هيئات الاعتماد العالمية، ومنها اعتماد هيئة الاعتماد والجودة الأمريكية Advance AD، اعتماد البكالوريا العربية الدولية IAP، اعتماد الرابطة الغربية للمدارس والمعاهد WASC، اعتماد هيئة اعتماد مجلس المدارس العالمية CIS، اعتماد الاختبارات الدولية CIE كامبريدج، اعتماد البكالوريا الدولية IB،